يلا يا ميسة دي لسه هتلبس الفستان. خلاص خلاص اهو. خلصتي؟ خلصت والله خلصت يا قمر. يلا يلا. يا ابراهيم. افتح والنبي تلاقيه مكواجي جايب الفستان. طيب داري كده ولا كده؟ يا نهارك اسود يا ابراهيم. ايه في ايه؟ انا مش قلت لك مليون مره قبل كده ما تمسكيش تليفوني؟ افتح لي الشده. شات ايه ده؟ افتحه بقول لك. شات ايه؟ وريني اهو. مسجلها لي حماده. حماده على اساس ان انا كده مش هعرف. يا بنتي ده حماده صاحبي. فيه ايه؟ حماده صاحبك. حماده صاحبك بعت لك يقول لك وحشتني قوي عايز اجي لك بس مش عارف هنعمل ايه في مراتك. هو انت ايه بالظبط؟ ايه بقول لك افتحه. فتح حاجه؟ ما هو مصيبه. لو كنت بتخني مع واحد مش واحده تبقى مصيبه انيل. بقول لك ايه؟ لم الدور. البت واقفه. البت واقفه دلوقتي عامل حساب البت. كنت عملت حساب انا الاول يا اخويا. يا بنت انت فاهمه الموضوع غلط. هاتي الموبايل ده بقى اقول لك. طب قدمني وافتحه. مش فاتح حاجه. افتحه يا ابراهيم. مش فاتح. طب انا هقول لفضل وهو هيجيب لي حقي منك.